هسا نجي ناخذ غير وسوى. هذني مثل ما قلنا شنو اسماء تفيد الاستثناء. اكو فد كلمه حلوه على غير وسوى، يقول تحل محل الا وما بعدها. يعني خلنا ناخذ في المثال، قرأت الكتاب غير صفحة. ديروا بالكم هنا، اول شيء خلنا نتفق على شغلة جوهرية، انه الاسم الواقع بعده غير وسوى معنويا هو المستثنى، معنويا هو المستثنى، لكن إعرابيا سيكون دائما مضاف إليه مجرور. أعيد، معنويا سيكون هو المستثنى لكن إعرابيا رح يكون مضاف إليه مجرور. لعد إعرابيا من المستثنى هي نفسها غير وسوى. تبوا على هاي النقطة الجوهرية، إعرابيا المستثنى سيكون هو نفسه غير وسوى، لكن صفحة هذا شنو؟ هذا معنويا هو المستثنى. معنويا يعني أنا لما أجي أحدد نوع الاستثناء لازم من المضاف إليه. ليش تقول لي من المضاف إليه؟ لأن هو معنويا هو المستثنى. دير بالك هاي النقطة شوية ركزوا عليها. زين، هسا هنا مثلا خلنا نجي نشوف نوع الاستثناء. نفس الحالة، أقرأت لحد هنا، قرأت الكتاب، إذن مثبت، إذن هذا تام. نجي على التام متصل لو منقطع، الصفحة من جنس الكتاب، شوف اعتمدت على الصفحة، الصفحة من جنس الكتاب، إذن هذا تام متصل مثبت. انتبه لي على شغلة، إيش قلنا هنا؟ تحل محل إلا وما بعدها، يعني ما بعدها شنو؟ يعني المستثنى. فهناي لما أجي أعرب المستثنى في حالة غير وسوى، شو راح أعرب يعني؟ راح أعرب هي نفسها غير، لأن إحنا قلنا الوراها مضاف إليه دائما. هناي لما نجي أعرب غير، فنفس ما كنت أعرب المستثنى بإلا. هسا هنا إذا تام متصل مثبت، شو أعرب المستثنى؟ مستثنى واجب النصب أو منصوب وجوبا. فهناي غيره نفس الحالة أقول مستثنى واجب النصب وهو مضاف دائما لما تعربون وهو مضاف. السهولة اللي بسوى سهولة شوية، يعني سوى لما نجي أحطها هنا بمكان غير، إنه ما راح تظهر عليها الحركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، لكن شو راح تكون؟ راح تكون مقدرة. واضح؟ يعني هسه مثلا هنا اذا كانت محطوطه هنا، ايش راح اقول عليها؟ مستثنى منصوب وجوبا بيش بالفتحه المقدره. فديروا بالكم على ذني. ناخذ مثال الاخ، ولا ذنب للاحرار غير ابائهم. ننتبه على هاي الجملة. طبعا هو بالامتحان لما راح يجيبها ممكن يعني شي يسوي، ما يحط لك حركة على غير، يقول لك تحرك لي اياها. شلون راح احركها؟ من خلال الاعراب. فديروا بالكم، خلي اجي نفس ما اخذت، اقرأ الحد من اقرأ الحد اداة الاستثناء، لا ذنب للاحرار، اذا هذه الجملة منفية، اذا هذا لو تام لو مفرغ. لما نوقع به شو اسوي؟ احذف لا واحذف غير. ذنب للأحرار إباءهم، هل الجملة تامة المعنى؟ لا، غير تامة المعنى. إذن الاستثناء تام. أحدد عاد هسه متصل لو منقطع، هل أن، شوف قلنا معنويا ليس إعرابيا، هل أن الإباء اللي هو الإباء يعني واحد فد بطل من جنس الذنب؟ أنا علاش دحكي شنو المستثنى منه؟ الذنب لو الأحرار؟ لا، دحكي على الذنباني، لا ذنب الأحرار إلا إباء أو غير إباءهم. واضح؟ من هل أن الإباء من جنس الذنب؟ لا، إذن هذا منقطع، تام منقطع. قلنا بعد ما يحتاج أقول منفي أو مثبت، وإذا تكتبها بكيفك.
إذا كان الاستثناء تام منقطع فما حكم المستثنى؟ سيكون مستثنى واجب النصب، يعني هنا لازم أقول غيره، واضح؟ إذن غيره مستثنى واجب النصب بالفتحة. زين إبائهم شنو إعرابه؟ دائما مضاف إليه. نأخذ مثال ثاني، وليس عندي سوى الحنين الدفين. أقرأ الحد سوى، ليس عندي الجملة منفية، إذن هذا لو تام لا مفرغ، نحذف سوى ونحذف ليس، عندي الحنين الدفين. إيه؟ إذن هذا يعني تامة المعنى، إذن هذا مفرغ. إذا مفرغ انتبه انتبه انتبه، إذا مفرغ إيش راح أعرب المستثنى؟ راح أعربه حسب الموقع. هو هنا من المستثنى إعرابيا هو نفسها سوى، واضح؟ إذن هنا لازم أعرب سوى. شلون راح أعربها؟ ليس شنو؟ ليس فعل، يعني إعراب عادي. إذن ليس من أخوات كان، ترفع الأول وتنصب الثاني. هنا عندي هذا ظرف مقدم على الاسم، فراح يكون خبر ليس، أما سوى فراح تكون اسمها اسم ليس، وهو مضاف والحنين مضاف إليه. هسه راح نجي على فد ملاحظات مهمة راح تفيدني فيما بعد شوية إن شاء الله في كيفية الاستبدال بين إلا وغيره أو سوى، فانتبهوا عليهن. أول شيء نحفظ هذا الترتيب، إنه إذا جاني حرف جر، إذا جاني حرف جر فهو في جملة غيره وسوى يأتي قبلها، يعني يأتي قبل غيره وسوى، وفي جملة إلا يأتي بعدها. تبعوا على هذا المخطط. يعني مثلا لا ألوذ بغير الله. شوفوا هسه هنا الباء على هاي الملاحظة وين جاء؟ جاء قبل غير اياته. إذن هذا لما ألقاها هيك راح يكون حرف جار وغير شبي اسم مجرور. أوكي؟ غالبا لما يجينا حرف جر سواء ب إلا أو سواء بغير وسواء فغالبا يكون الاستثناء مفرغ. واش يعني؟ يعني لا ألوذ بغير الله، لما نجي أحذف وأسوي ألوذ بالله راح يكون الاستثناء مفرغ، واضح؟ بينما إذا نحط إلا إيش راح أقول؟ لا ألوذ، شوفوا شو أسوي، أشيل الباء شو أحط؟ أحط إلا، والباء وأنا أودي أودي على الاسم الواقع بعد إلا حسب هاي الملاحظة، إلا بالله، لا ألوذ إلا بالله. فد شوي راح نأخذ الاستبدال ونأخذها بالتفصيل أكثر. أكو فد ملاحظة ثانية اللي هي راح نواجهها، إنه إذا لاقاني ضمير، إذا لاقاني ضمير شوفوا عيني لازم أعرف شنو هن ضمائر الرفع. ضمائر الرفع بالدنيا شنو؟ يعني شنو ضمائر الرفع؟ يعني دائما تأتي يجي إعرابها مثلا مبتدأ، خبر، فاعل، اسم متصل مثلا بكان، يعني يجي مرفوع. هنا مش عندي أنا ضمائر الرفع، عندي أنت وأنا وأنتي وأنتما وجماعتها، يعني أنتم أنتن، وعندي هو وهما وهي وهن وجماعته، واضح؟ ننتبه على ذني، هذني ضمائر الرفع. بعد إيش عندي؟ عندي ضمائر النصب، هذه شغلتها سهلة. ضمائر النصب هي فقط منه، فقط إياه وما اتصل بها، يعني إياك، إياك، إياكما، إياكنا، وهكذا. نأخذ شغلة بعد، أنه الضمائر بعد إلا أصل وبعد غير وسوى متصلة. هذا الكلام راح يتوضح إن شاء الله بكيفية الاستبدال بعد شوية.